إلى الميدان لاستكمال أشواط هذا المساء. يتواصل الزملاء بالوصل والتعليق لتعلن انطلاقة عاشر الأشواط وجائزته أيضا مبلغ نقدي 300,000 درهم. فتهانينا والناموس لكل المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أسعد الله مسائكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة والمسرات. أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط العاشر الخاصة بفئة الإبكار اللقاية المهجنات الأصايل مسافة 5 كيلومترات هي الحاضرة معنا في هذه الأمسية في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ختامي الوثبة لعام 2019 للميلاد. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى والأسماء والشعارات التي تبحث عن الناموس، تبحث عن الفوز والانتصار في مسار وتحديات هذه الانطلاقات المثيرة. المقدمة والانطلاق، المركز الأول والتحديات مع سما دبي لسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري، يأتي رجل المفاجآت على المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه تكريم حمد بن محمد بن لويع العامري من يقدم لنا تكريم. والمركز الثالث الوصول مع الشبابية هنالك من ذيبة سعيد بن راشد بن سعيد بن مشيط المري من يقدم لنا الذيبة، الذيبة الواصلة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع قدوم والانطلاق مع وصفة عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي من يقدم لنا وصفه القادمة. أيضا التقدم والانطلاق مع تواجد وانطلاقة الشايبة حارب بن سعيد بن حارب بالعجيد الاكتبي وبالراية من الجانب الأيمن يتقدم شعار حمد بن راشد بن راية المري من بدأ يصل هنا ويتقدم من الجانب الأيمن مع هذا الانطلاق الكبير والمميز. أيضا الوصول هنا والانطلاق والتحديات، يا سلام الوصول هنا مع ظن عبيد بن خادم بن محمد الرميثي من يقدم لنا ظن، وهنالك اليازي القادمة، اليازي بهذه الاندفاع المميزة، وأيضا المها علي بن راشد بن سعيد البريسي القادم هنا والمتقدم مع هذه اللحظات، وأيضا الوصول مع اختيار عوض بن أحمد بن سويلم العامري من يقدم لنا اختيار، والقادمة أيضا والمنطلقة في هذه اللحظات بشعر هادي بالعصري بالحب العامري من يقدم لنا ظن، ظن القادمة هنا. أيضا تحديات الواعية علي بن بطي بن علي بن واس الاكتبي، يا سلام القدوم هنالك والانطلاق والتحدي مع الشهامة عبد الله بن سالم بن مصبح بن صروخ النعيمي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى، للعشرة الشعارات المتقدمة. عودتنا إلى الحذرة، الحذرة الحذرة التي بدأت تتصدر المشهد على المركز الأول، جمعة بن سعيد بن راشد المهيري من يقدم لنا الحذرة، ولكن بالراية، بالراية من الجانب الأيمن المها القادمة من المملكة العربية السعودية بهذه المشاركة المشرفة. تتقدم المها ويقدمها، يقدم لنا المها علي بن راشد بن سعيد البريسي المري من يقدم لنا انطلاقة المها. المركز الثالث الواصلة الشايبة، الشايب رسيد سلطان بن سيف بن معضد المشعوني. المركز الرابع القدوم مع ظن هادي بالعصري بالحب العامري من يقدم لنا ظن على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الشاهنية سيف بن سعيد خريباني النعيمي من يقدم لنا الشاهنية. أيضا القدوم هنالك والانطلاق مع ابن صوغان محمد بن سعيد بن غافان الجابري بدأ يتقدم شعار الجابري وبن غافان هو القادم، وأيضا هنالك الوصول مع الشهامة عبد الله بن سالم بن مصبح بن صروخ النعيمي.
من يقدم لنا الشهامة، وهنالك القدوم مع الشايبة حارب بن سعيد بن حارب بالعجيد الكتبي، بدأ بالتقدم في هذه اللحظات تكريم هي القادمة، حمد بن محمد باللويع العامري من يقدم لنا تكريم القادمة، أيضا الخطير وصل مع انطلاقة الظبي أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، الظبي قادمة الظبي أحد الأسماء الخطيرة المتواجدة في مسار هذا الشوط بمتابعة الغوشري من يتابعها، وتابع أيضا القدوم مع وزن محمد بن حماد العرادي البلوي من يقدم لنا وزن وانطلاقتها المثيرة، أيضا صنايع غصاب مصبح راعي الطير العامري. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى شعار بن صروخ من يسيطر على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط، ولكن بن رشيد الخطير يقدم لنا الظبي، وصلت الظبي، تسللت الظبي، إني أعرفها جيدا، صاحبة إنجازات، تتقدم الظبي، انطلقت بهذا الأداء الكبير، يا سلام، الكيلو متر الأخير وصل بالراية، مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بهذا الانطلاق، تقدمت هنالك الشاهنية سعيد بن علي بن سعيد البريس المري، يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقة الكبيرة، وشعار بالراية من يتألق ويبدع في مساء هذا اليوم مع انطلاقة الشاهنية سعيد بن علي بن سعيد البريس المري، من يقدم لنا الشاهنية على المركز الأول على المقدمة الأولى، أبناء المملكة العربية السعودية ينتصرون في مسار وتحديات هذا الشوط، وبالراية يقدم لنا هذه العروض المميزة والجميلة، سلام للمملكة، سلام وسلامي لبالراية إن واصل على هذا المنوال اللي تقدم الشاهنية على المركز الأول، تبحث عن الناموس وعن التوقيت المميز في مساء هذا اليوم، سلام يا المملكة، سلامي عليك يا بالراية وعلى هذا الأداء كبير، سلاماتنا إلى ميدان الجزيرة، سلام، تهانينا والناموس لمالك الشاهنية سعيد بن علي بن سعيد البريس المري على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول مع ثاني التحديات لملومة مسلم بن مسير بن صالح الرزق العجمي، والمركز الثالث داهية سالم بن ناصر بن شافي القحطاني، والمركز الرابع كان الوصول مع كون سعيد بن سهيل بن دريوي الكتبي، والمركز الخامس وصلت هنالك نوف فيصل بن سالم الخريباني النعيمي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط بالراية، بطلا لهذه التحديات مع انطلاقة الشاهنية سعيد بن علي بن سعيد البريس المري، التوقيت الزمني من مسافة 5 كيلومترات لحظات الوصول 5 دقائق 20 ثانية بالوفاء، 7 دقائق 20 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام كان الوصول على المركز الثاني بتوقيت زمني 7 دقائق 22 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهاني والناموس لمالك الملومة سلم بن مسفر بن صالح الرزق العجمي، والمركز الثالث وصلت على ثالث التحديات داهية سالم بن ناصر بن شافي القحطاني 7 دقائق 23 ثانية 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.